بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب السوداني العظيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الظافرة للمفقودين، والأمن والسلام والاستقرار للنازحين واللاجئين السودانيين في كل بقاع الأرض، والمواطنين في كل أركان الوطن الحبيب. أطل عليكم اليوم في الذكرى 66 لاستقلال بلادنا، والذي يصادف أيضا الذكرى 3 لثورة ديسمبر المجيدة. في مثل هذه الأيام من العام 1956 توج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق أكدت معانيه ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018، حيث خرج الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني شاهرين هتافات تشق عنان السماء، ينشدون الحرية والسلام والعدالة في ثورة سلمية أسهرت العالم. لقد كانت كلمة السر والشفرة في كل هذه الثورات ونجاحها هي الوحدة، وحدة الرؤية والهدف. أيها المواطنون الشرفاء، لقد واجهت حكومة الفترة الانتقالية تحديات جسام، أهمها تشويه الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة والفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية. كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتقالية منذ فجرها الأول، إلا أننا بجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام، حيث وقعنا اتفاق سلام جوبا مع عدد من قوى الكفاح المسلح. ورغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق، إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندقية وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتقلبات المناخ من برد وحر ومطر، يعانون الجوع والمرض وسوء تغذية الأطفال وانعدام التعليم وكافة مقومات الحياة الكريمة، إتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام. وبذلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلغاء القوانين المغيدة للحريات، وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد، ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال. وقد كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا. نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر. أيها الشعب السوداني العظيم المعطاء، ظللت أقول أن شعبنا قد حقق المعجزات على مر تاريخه عندما توحدت إرادته وهدفه، فتحققت كل هذه الثورات بالإرادة الجماعية. وما يجدر ذكره في هذا المقام أن قبول التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، وهو ما قمت بالتبشير به كنموذج سوداني متفرد. إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها، وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، ممن حسب على أداء وفعالية الدولة
على مختلف المستويات. أخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة، فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسد أفق الحوار بين الجميع. كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات. طبعا لذلك قدرنا عدد المبادرات، منها مبادرة رئيس الوزراء الموسومة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام في يونيو الماضي، والتي لم تجد أذنا صاغية، وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 حوت أفكارا ورجاءات لنبذ الفرقة والشتات والكف عن لغة التجريح والتخوين ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنقاش وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة. ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة 6+1 في 18 أكتوبر الماضي، الداعية إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الحكم وقوى الثورة، والتي ذهبت هي الأخرى أدراج الرياح. وحتى بعد انقلاب 25 أكتوبر قمنا بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال. ولم يكن ذلك الاتفاق سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة للجميع، هي تنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد محمد أحمد النور، والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان، والاستعداد لانتخابات وفق رؤية توافقية بين كل الأطراف لقانون الانتخابات ونظام الحكم ومختلف القضايا الدستورية، حتى نضع أساسا متينا للتحول المدني الديمقراطي، الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبناء وبنات وطننا ثمنا له، وهذا ما لم يتحقق هو الآخر. أيها الشعب السوداني الثائر، قد طلبتم أسمى الغايات من حرية وسلام وعدالة، ودفعتم مهر ذلك دماء ذكية سقت هذه الأرض الطاهرة، فلنكن موقنين بالنصر الذي يتحقق بالعزم والصبر والمثابرة والتكاتف ونبذ الفرقة. وإلى الشابات والشباب في ليان المقاومة، لقد أبليتم حسنا وكان صمودكم ملهما، وشكلتم ملامح سودان جديد، سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لون أو جهة، فقد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر، ولا شك أن لكم كل المستقبل إن توجتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برنامج البناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقى من عمر الانتقال. واعلموا أن الحياة من أجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفا عن الاستشهاد في سبيل هذه الغايات، والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا. أسأل الله أن يحفظكم. إلى قواتنا المسلحة، جيش، دعم سريع، شرطة، مخابرات، وكل الأجهزة النظامية والأمنية، أقول إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية، وإن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب، تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه، وهي منه وإليه، ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه، وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام وتوفير كل ما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيش واحد
شعب واحد، وحينها لن يكون هناك خوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديمقراطي المدني. كما دعوني أشكر في هذا المقام كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة للحرية والسلام والعدالة التي آمنت بهذه الثورة الملهمة وهذا الشعب العظيم. قد كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والعيش الكريم، ولن ينسى لكم شعبي الشكور هذه الوقفة التي نامل أن تستمر ويتواصل دعمكم السخي في كافة المجالات، وليكن ذلك الدعم تبادل للمصالح، فواطننا لا تنقصه الموارد في باطن الأرض وظاهرها، وإنسان السودان عفو وأكرم من أن يعيش على الهبات والمعونات. فهذه دعوة للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الجميع. أيها الشعب الكريم، لقد ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين في مختلف أنحاء العالم بصمود شاباتها وشبابها الأسطوري وبشعاراتها التي جسدت تطلعات الإنسان في أقصى مراقيه، وبتوحد كل أبناء وبنات السودان في إنجازها. فلبيت نداء وطني كواحد من أبناء هذه الأرض الذين تداعوا لبناء بلدهم من كل حد وصوب، وهم ينشدون وأنا معهم إننا شعب عظيم ولنا إرث من الحكمة والحلم وحب الكادحين وولاء حينما يكذب أهليه الأمين، ولنا في خدمة الشعب عرق. لقد نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين، وخلال هذا المشوار أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا في واقع وعر المسالك. كنت أعرف تحدياتي قبل، فتجارب الشعوب من قبلنا تقول إن أصعب الحكومات هي حكومات الانتقال، وقد كنت طوال هذه المدة موغنا بالنصر إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة. وطالما بشرتكم بالعبور والانتصار متى ما توفرت هذه المطلوبات الثلاث، ولا أزال أقول إن الثورة ماضية إلى غاياتها وإن النصر أمر حتمي. فشدوا الهمة وجدوا في الطلب واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار. أيها المواطنين الشرفاء، أخاطبكم اليوم بعد انقطاع تطاولت أيامه وزاد همسه والتباسي، وبلادنا تعبر مياه شديدة الاندفاع وتجاذبها تيارات بالغة الخطورة، وكخشيتكم على مستقبل البلاد كانت خشيتي، وكحرصكم عليها كان حرصي، وكحبكم لها كان حبي وولائي لكم ولترابه. إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن هي أزمة سياسية في المقام الأول، ولكنها تتمحور وتتحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة. لذلك وددت أن أخاطبكم اليوم لأنكم السلطة العليا بالنسبة لنا بعد الله ثم الضمير الحي، ولأنكم أصحاب الأمانة الوطنية والثورية، وبكم نهتدي ولكم ومعكم نعمل سويا بلا تراتبية، ونحن نؤدي معا شعيرة مقدسة اليوم الحصة وطن، وطن لنا جميعا شبابا وشيبا نساء ورجالا. الشعب السوداني العظيم، تظل الحكمة هي التي ميزت تكوين السودان الحديث، حيث كانت محطة الاستغلال التي برزت فيها مقدرة الشخصية السودانية على خلق فرص التوافق والإجماع حفاظا على وحدة الوطن وتماسكه، وصولا إلى أهداف استراتيجية أسمى. وما أشبه الليلة بالبارحة. مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية
والعسكرية، وهي من نوع المشكلات التي تظهر في واقع ما بعد سقوط الأنظمة الشمولية وما بعد توقف الحروب الأهلية. وهذا التوصيف ينطبق تماما على الواقع السوداني الماسل والمتفرد. أيها الشعب الكريم، إن الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من 6 عقود من تاريخ الوطن هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارطة الطريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة الدستورية. يا جماهير شعبنا الأبي، لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعم بالآمال، ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة. والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقائها كليا إن لم يتم تداركه عاجلا. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء، ولكن ذلك لم يحدث. كما أود أن أطلعكم بأنني خلال الأيام الماضية التقيت بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكون السياسي والعسكري وشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم. شعبي الكريم، وبناء على كل ما ذكرت، فإنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة. وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للم الشمل. حافظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.